كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لها سؤال آخر، متى تكون لي وليا؟ هو الحقيقة أوسع من هذا، يعني هي مسألة ياء المتكلم. يعني فتح ياء المتكلم وعدم فتح، صحيح، يعني ليست هي ما تعلق بلي وليا، يعني أوسع. إن معي يا ربي مثلا، يعني إن معي، إن ولي الله الذي، يعني ما تاني الله. إحنا عندنا مواطن وجوب الفتح، وجوب عندنا مواطن، نعم، وما عداها جواز، وفي القرآن حسب النقل ما يأتي من هذا. إحنا عندنا مواطن وجوب الفتح يكون بعد هذا المقصور، بعد المقصور، الاسم المقصور، الاسم المقصور، إن صلاتي ونسكي ومحياي، ما ممكن أن سكن ومحياي، ما لا يمكن. هذا واجب. فمن تبع هدايا، فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم. هدايا لازم. احنا عندنا مواطن حج بعد المنقوص. طب نوضح بداية ما المقصود بالاسم المقصور والمنقوص. المقصور هو الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة. مفتوح ما قبلها؟ لا، هو من قصر ألف صار مفتوح ما قبله. صحيح، هو قسم يقول مفتوح ما قبله، لكن الألف لابد أن يكون مفتوح ما قبله. بداية، خلاص بداية قرأناها مفتوح ما قبله. أي نعم، لكن لا يحتاج هذا. نعم. تقول هي عصايا، عصا منقوص، اضيفها الى متكلم صلى عصايا، قال هي عصايا اتوكل عليها، هدايا، محياي، هذا واجب الياء واجبة الفتح. فتح مع الاسم المقصور والمنقوص. المنقوص ايضا، المنقوص اخره ياء لازمة قبلها كسرة. ما هو ياء لا لا الياء لا, لا لا يلزم ان يكون قبلها كسرة. مظبيون، هدي والهدية والقلائد، لا 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 ينزل. يبقى الاسم المنقوص اخره ياء، اسم معرب اخره ياء لازمة مكسورة ها ما قبلها. مثل ماذا في القرآن مثلا؟ في القرآن اظن، يعني بالاضافة ان ما اتذكر، لكن في غير القرآن، في الشعر مثلا، في لغة العرب مثلا، مثلا معطي، انت يقول انت معطية كذا، معطية لازم. معطي، معطية، قل اللهم لا معطي لما منع. لا، هاي معطية ليست معطية بياء المتكلم، ياء المتكلم، ياء طبيعية. نعم، يعني أنت منجية، منجي، أنت منجية من هذا. وبعد المثنى طبعا، المثنى لازم، رب اغفر لي ولوالدي، اغفر لي ولوالدي، لابد من الفتح، لابد لابد. أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. صحيح. جمع المذكر السالم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. هذه المواطن، هذه المواطن التي يجب فيها الفتح. مع الاسم المقصور والمنقوص والمثنى وجمع المذكر، وجمع المذكر السالم، يجب الفتح، واجب. هذا ما عداها لا يجوز، عدا يبقى النقل، يعني ما كيف فرد في النقل هو الذي يحدد، أما الباقي ليس واجب، يجوز الكسر والفتح. نعم، التسكين، السكون والفتح يجوز. جميل، قاعدة. نعم. فما آتاني الله، ممكن تقول آتاني، لكن النقل هو الذي عاد يحدد. قال أتمدونني بمال فما آتاني الله، إن وليي الله، ممكن تقول وليي بدون، يعني يجوز وليي، يجوز هذا كحكم عام. يبقى في القرآن حتى في هذه المواطن لما فتحت مثلا، يقول مثلا هذا الآن، يعني فما آتاني خير، فما آتاني خير مما آتاكم. لو قال آتاني هو ولو يجوز، لكن راح تحذف الياء. آتاني نولي، يحذف يعني بالنطق، راح تحذف، يحذف الياء، يعني في النطق. صحيح، يعني. نعم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.